العالم اللي احنا عايشين فيه ده عالم مليء بالعجائب والغرائب، ومن الحاجات الغريبة هي التفاؤل والتشاؤم. يعني لبس معين لبسته حصلت لك حاجة حلوة فبتتفائل باللبس ده، معلق معين سمعته وفريقك خسر فبتتشائم من المعلق ده، وحاجات كتيرة قوي. من الحاجات اللي ما سلمتش من التفاؤل والتشاؤم هي الأرقام، وناس كتير بدأت تقول لك الرقم ده حظ فيه حلو، لا الرقم ده حظ فيه وحش، إلا رقم 13. ناس كتير قوي اتفقت انه رقم نحس ورقم مشؤوم، بس محدش عارف السبب. الامريكان بيقولوا ان فشل المكوك الفضائي ابولو 13 في رحلته للقمر هو السبب. ولو انت في فرنسا او انجلترا او امريكا ورحت احد الفنادق هناك وهتركب المصعد، هتلاقي بعد رقم 12 في رقم 14، رقم 13 مش هتلاقيه موجود اصلا. لدرجة ان في باحثين في الطب النفسي قالوا ان زي ما في ناس عندها فوبيا من الاماكن المرتفعة او الكلاب او القطط، في ناس عندها فوبيا من رقم 13. بس لو انت في المانيا مش هتحتاج تسأل كتير، لان هتكتشف ده لوحدك لو عرفت ان مايكل بالك في سنتين خسر 2 دوري في اخر يوم، و2 دوري ابطال اوروبا، و2 كاس، و1 نهائي كاس عالم، و1 نهائي اليورو. معكم مصطفى ناصر واسرار كرة القدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة وكل حاجة حلوة يا رب. هنتكلم النهاردة على واحد من أحزن اللعيبة أو من أحزن المسيرات في مسيرة الكورة. أولا أنا واحد من الناس ما بؤمنش قوي إن الحظ هو بيتحكم في جزء كبير من الكورة، لا الحظ موجود بس لازم يكون في مجهود كبير عشان لما الحظ يجي يعرف يخدمك. يعني أنت مثلا لو خسران 5-1 في كرة صدفت معاك مش هتأثر حاجة، وده اللي أنا أقصده، إن مفيش بطولات بتيجي بالحظ، لا لازم يكون في مجهود وإن الفريق كسب بطولة بيكون يستحقها. لكن مايكل بالك واحد من اللعيبة اللي عصرته مواسم كتير أوي، حصلت له ظروف في وقت واحد تحس إن الوقت ده نحس في حياته أو الوقت ده مش محظوظ كفاية، إن الشخص ده يعني خسر نهائيات وبطولات كبيرة كتير لكن ما معوضهاش. يعني في لعيبة قدرت تعوض سوء حظها، في لعيبة يعني قدرت تكسب بطولات يعني في نهاية مسيرتها يعتبر تكريم ليها، لكن مايكل بالك واحد من اللعيبة اللي كان عظيمة جدا على مستوى خط الوسط، لكن الحظ ما كافئوش في الآخر ببطولة كبيرة. لكن قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت تنزل تدوس لايك عشان يوصل لغيرك ويوصل لأكبر عدد من الناس، وريت تشترك معانا في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان اوصلك جديدنا اول باول، ويلا بينا نبدأ. اهلا بكم. المنتخب الالماني دايما بيعتمد اكتر على السيستم وما بيعتمدش على النجم الواحد. دايما المنتخب الالماني معروف ان هو دايما مليان بلعيبة كلهم على مستوى معين، كلهم مستوى كويس بس ما فيش فيهم النجم الاوحد، ما فيش فيهم النجم اللي يعتمدوا عليه. يعني ايه؟ انه لو النجم ده غاب الفريق يتأثر، بس كل فترة كده بيجي لاعب كويس جدا مختلف، يعني موهبته اعلى من اللعيبة زمايله، ومن ضمن اللعيبة دي هو مايكل بالك. بالك واحد من اللعيبة الموهوبة اللي كان يعني بيلعب ركلات حرة وكان خط وسط مهاجم، وكان دايما يعني تحس ان هو مختلف عن اللعيبة الالمان اصلا. مايكل بالك في مسيرته فاز ب16 بطولة، يعني معظمهم في المانيا. مايكل بالك من اللعيبة اللي هي تحس ان مسيرتها حزينة وما تكتبلش شروق ان هو يحقق بطولة كبيرة حتى قبل ما يعتزل. يعني خسر نهائيات كتير، وهو مش هو اكتر لاعب خسر نهائيات، بس بتتجمع كده ظروف في سنة واحدة او في كذا سنة بيخسر فيها بطولات كتير، وبسيناريو يعني محبط جدا لأي لاعب. موسم 99-2000 بداية المأساة بالنسبة لمايكل بالك. ده كان أول موسم ليه مع بايرن ليفركوزن، الدنيا كانت ماشية لحد ما كويس. آخر 4 أسابيع في الدوري ليفركوزن بيتصدر الدوري، وفي الجولة الأخيرة بتحصل خسارة مفاجأة من فريق اسمه وانتر هاتشن، كان في المركز العاشر 2-0، وفي نفس الجولة باير ميونخ بيكسب فيدر بريمن 3-1 عشان يتساوي الفرقتين في النقط، والبايرن ميونخ يكسب بفارق الأهداف الدوري ده. في صدمة كبيرة بالنسبة لبداية مايكل بالك في مسيرته، لكن بعد كده يجي موسم 2001-2002، وده موسم من موسمين كانوا سيئين جدا بالنسبة لمايكل بالك، ودي كانت بدايات في ألمانيا. يعني مايكل بالك في السنة دي مع ليفركوزن كانوا متصدرين الدوري في بداية الدور الثاني، لحد الجولة اللي قبل الأخيرة بتحصل خسارة مفاجأة من نورنبرغ، وبعد كده بيستغل بروسيا دورتموند وهو بيصعد في أول الترتيب، وبيدخل الجولة الأخيرة ليفركوزن على أمل تعثر دورتموند، لكن ده ما يحصلش. يعني ليفركوزن كسب ودورتموند كسب وبيخسر الدوري الألماني،
وفي نهاية كأس ألمانيا برضو ليفركوزن بيخسر 4-2 من شالكة. وبعد كده دوري أبطال أوروبا برضو ليفركوزن بيخسر 2-1 من ريال مدريد في المباراة الشهيرة بتاعة زين الدين زيدان اللي سجل فيها الهدف بتاع العاشرة اللي اتكلمنا عليها قبل كده. لا مش كده وبس بقى، ده في السنة دي ألمانيا في كأس العالم يعني كانت عاملة بطولة ممتازة جدا، يعني مايكل بالك عداهم من دور ربع النهائي وعداهم في مباراة نصف النهائي بقى قدام منتخب كوريا. يعني مايكل بالك خد انذار في الدقيقة 71، كان اللي هو خلاص مش هيلعب مباراة النهائي. بعدها بدقيقتين سجل هدف اللي هو الهدف الصعود للنهائي، يعني كان هيقلع التيشيرت كده وافتكر بقى ان هو بدل ما يطرد يعني، وكان سيناريو حزين لحد ما انتظر ان الحظ يسانده او ان القدر ينصفه، يعني ان هو بذل مجهود كتير في البطولة دي، كان هو يعني من احد قادة المنتخب الالماني. لكن طبعا المنتخب الالماني بيخسر قدام المنتخب البرازيلي بالهدفين اللي سجلهم رونالدو الظاهرة طبعا فاكرينهم، ودي واحدة من اسوأ السنين اللي بالنسبة لمايكل بالك اللي خسر فيهم دوري في اخر يوم، خسر فيهم كاس، خسر فيهم دوري ابطال اوروبا، وخسر فيهم بطولة كاس العالم. يعني ما اعتقدش ان في حد يستحمل اللي بيحصل ده. بعد السنة دي بيروح بايرن ميونخ والدنيا بتمشي لحد ما مع البايرن، بيفوز بالنسبة للدوري، بالنسبة للكاس، بالنسبة للكاس الرابطة وقتها الدنيا كانت ماشية كويس لحد ما مع بايرن ميونخ محليا. اوروبيا ما كانش البايرن اصلا فريق اللي هو فايق قوي يعني. طبعا الناس عارفة ان المانيا نظمت كاس العالم 2006، في قبلها بيحصل كاس القارات، وكاس القارات دي نصف النهائي المنتخب الالماني برضو بيخرج من المنتخب البرازيلي في نص النهائي، يعني تكرار لنهائي كأس العالم 2002 بيخسر المنتخب الألماني من المنتخب البرازيلي. مايكل بالك في المباراة دي كان سجل هدف. وبعد كده كأس العالم بقى 2006 اللي كان في أرض ألمانيا طبعا، وألمانيا كانت عاملة بطولة يعني جيدة شوية لحد مباراة نصف النهائي اللي كانت قدام المنتخب الإيطالي. المنتخب الإيطالي كان منتخب عملاق جدا في الفترة دي مع مارتشيلو ليبي، لكن المباراة بتمتد للإكسترا تايم والمباراة خلاص بتلفظ أنفاسها الأخيرة وداخلين على ركلات الترجيح. طبعا فابيو جروسو سجل هدف في الدقيقة 119، وبعده ديل بيرو بيخلص الموضوع في الدقيقة 120 لينهي آمال المنتخب الألماني في الصعود للنهائي على ملعبه، والفريق بيكتفي بالمركز الثالث بعد الفوز على المنتخب البرتغالي. لكن مايكل بالك بقى 2006 راح لتشيلسي، وبيتنقل مايكل بالك لتشيلسي بعد نهاية كأس العالم 2006. والكوميدي بقى في الموضوع ان اول مباراة لمايكل بالك مع تشيلسي في الدرع الخيرية خسرها تشيلسي 2-1 قدام ليفربول. بعد كده يجي موسم 2007 2008، وده من تاني مواسم اللي كانت سيئة جدا بالنسبة لمايكل بالك. بيبتديها الموسم ده 2007 الدرع الخيرية ما لعبوش مايكل بالك، لكن تشيلسي بيخسر بضربات الترجيح قدام مانشستر يونايتد 4-1. لكن بالنسبة للدوري في موسم 2007 2008 تشيلسي كان ماشي ند بند مع مانشستر يونايتد، يعني تقريبا من نص الدور الثاني لنهايته لحد المباراة الأخيرة. يعني يونايتد ما حسمش الدوري إلا في آخر مباراة، المباراة اللي تعادل فيها تشيلسي مع بولتون 1-1، واليونايتد فاز في المباراة دي، وساعتها اليونايتد حسم الدوري بفرق النقطتين دول. وفي نهاية كأس الاتحاد الإنجليزي بيخسر تشيلسي من توتنهام 2-1. وبعد كده نهائي دوري أبطال أوروبا قدام اليونايتد برضو بعد تعادل 1-1 وركلات الترجيح بيتعثر تشيلسي أو بيخسر اللقب لصالح مانشستر يونايتد. دي ودي تالت بطولة يخسرها بالك في الموسم ده، أو رابع بطولة يخسرها في الموسم ده. بعد كده بتيجي يورو 2008 اللي ألمانيا كانت مقدمة فيها يعني بطولة كويسة قوي، لكن الفارس أو الحصان الأسود ساعتها أو منتخب كان قوي جدا بقى نتكلم عليه منتخب الأسباني في البطولة دي فاز بالهدف اللي سجله توريس في الدقائق الأخيرة، وبتنتهي سنة حزينة أخرى لمايكل بالك اللي ما كانش محظوظ خالص. يعني مايكل بالك بيخسر بطولات كتير طبعا، هو حقق الدوري، حقق الدوري الالماني الدوري الانجليزي والدوري الالماني، لكن يعني ما كسبش بطولة كبيرة، ما كسبش اليورو، ما كسبش كاس العالم، ما كسبش دوري ابطال، ما كسبش افضل لاعب في العالم. يعني كان دايما بيتنافس او بيتفوق عليه لعيبة في التصويت يعني.
بعد ما فاز بالدوري 2010 مع تشيلسي بيعود لباين ليفركوزن اللي قعد معاهم سنتين بعد ما خلاص المنتخب الالماني ما استدعوش لكاس العالم 2010، وبعدها بسنتين 2012 بينهي مسيرته بيعتزل مايكل بالك، واحد من افضل لعيبه خط وسط في تاريخ المانيا، واحد من لعيبه الخط الوسط العظام اللي انا شفتهم، يعني مع من ضمن لعيبه كتير يعني في خط الوسط، لكن يظل مايكل بالك واحد من اعظم اللعيبه او من احسن اللعيبه في الفتره اللي انا شفتها دي. بس شكرا انك شفت الفيديو للاخر، يا ريت لو عجبك الفيديو تدوس لايك عشان يوصل لغيرك ويوصل لاكبر عدد من الناس، ويا ريت تشترك معانا في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك جديدنا اول باول. كان معاكم مصطفى ناصر واسرار كره القدم.